لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولاً بأول. عادت عناصر المنتخب الوطني في رياضة المواي تاي إلى أرض الوطن قادمة من بانكوك في تايلاند بعد مشاركة مميزة في بطولة العالم للعبة والتي انطلقت من 3 حتى 13 من مايو الجاري وتكللت بمحصلة جيدة من الميداليات بلغت 10، 4 منها ذهبيات وفضية واحدة ثم 5 نحاسيات مقسمة بين الإناث والذكور في أوزان مختلفة. الحمد لله هاد النتائج ما جات بالسهل، جات من خلال المعسكرات التدريبيه اللي كنقوموا بها رفقات اللجنه التقنيه اللي كيتراسها الحاج واسو والاستاذ عبد الرحيم غرداش والاستاذ خويا جواد. كنبغي نقدم لهم جزيل الشكر من هذا المنبر هذا على المجهودات اللي قدموها لينا، وكنبغي نشكر كذلك الجامعه الملكيه المغربيه لرياضه الكيك بوكسين ورياضه المماثله. الحمد لله مسيناش هلكنا بطوله العالم المواي تاي في تايلاند، الحمد لله حققنا ميداليه ذهبيه وهذا الفوز هذا كان هذه الوالدين ديالي والجامعه الملكيه المغربيه. كان صعيب شويه حيت كانوا الدول ديال العالم كامل، ولكن الحمد لله كنا دوزنا معسكر تدريبي مزيان، داكشي اللي خلانا ان شاء الله نجيو ميداليات كاملين. كنبغي نشكروا اداره التقنيه للفريق الوطني، المنافسه كانت جد قويه، مستوى عالي جدا والحمد لله. العرس الرياضي العالمي عرف أيضاً تتويج المنتخب الوطني المغربي للإناث بجائزة أفضل منتخب عالمي، سيما بعد تألق العنصر النسوي في المسابقة بعد تقديمهم لمستوى جيد سواء فردياً أو جماعياً. نتيجة مشرفة وجد جد سارة للمغرب نظراً للكثافة ديال الأبطال اللي كانوا عالميين وحتى محترفين، والعدد الدول تقريبا 104 ديال عدد الدول، والحمد لله استطعنا باش نحصلوا على 10 الميداليات، 4 ذهبيه وفضيه و5 نحاسيات، واللي سررنا بزاف ويعني هو النتيجه اللي والتتويج اللي حصلوا عليها البنات هي احسن فريق في الاناث عالميا. هي أسماء لامعة في رياضة المواي تاي تواصل إشعاع ورفع راية الوطن خارجاً في انتظار أن يتكرر المشهد في الاستحقاقات المقبلة لرياضة المواي تاي.